مساء الخير على مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مدد. النهارده احنا على موعد مع فرقه وصله سماع للانشاد الديني، واحده من اوائل الفرق اللي تم تاسيسها في مصر واللي انتشرت بسرعه رهيبه وبقى ليها جمهور كبير في كل مكان. فرقه بتهدف الى الحفاظ على تراث الانشاد الديني وتقديمه بشكل عصري، وبتضم مجموعه مميزه من المنشدين والمبتهلين. هنروح نشوف تقرير عن فرقه وصله سماع للانشاد الديني ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. وصلة سماع تقدم الإنشاد بشكل عصري يهذب الروح والوجدان. يا محمد يا صادق المهرات، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصامت. تأسست فرقة وصلة سماع عام 2014 على يد المنشد نور الله السيد، وكانت أول حفلة لها في ساقية الصاوي في ذكرى الإسراء والمعراج، وانطلقت فعليا في أوائل عام 2015 عن طريق إحياء العديد من المناسبات والكثير من الحفلات في ساقية الصاوي ودار الأوبرا ومراكز ثقافية كثيرة. بلغ عدد حفلات فرقة وصلة سماع نحو 150 حفلة، ما بين ظهور إعلامي وحفلات محلية ودولية مقامة في مصر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ومن أبرز الحفلات الدولية التي شاركت فيها الفرقة احتفال مؤسسة صلة السعودية بالمولد النبوي الشريف، وتحيي الوصلة بشكل حصري هذا الاحتفال منذ 5 سنين حتى الآن. تأسست فرقة وصلة سماع للإنشاد الديني سنة 2014، وقدمت أول حفلة ليها كان في ساقية الصاوي، كمان أحيت العديد من المناسبات والحفلات في بعض محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الحفلات كمان اللي أحيتها في دار الأوبرا المصرية وعدد من المراكز الثقافية. خلينا نرحب بقى بفرقة وصلة سماع للإنشاد الديني ومؤسسها نور السيد. إزيك يا نور؟ الحمد لله. عامل إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. والفرقة الجميلة منورانا في مدد. نورك. والله. قول لي، طب وصلة سماع جه منين الاسم وليه اخترتوا الاسم ده؟ وصلة سماع لي محملين من التفكير كانوا فيه. بداية كان شوية معنوي أو الأيديولوجية بتاعته الدينية، وكان المحمل الثاني هو المحمل الثقافي أو المحمل الفني. المحمل الأولاني هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى عن طريق السماع، وتهذيب النفس عن طريق السماع، فخلناها وصلة من اتصال وسماع من ناحية الحاجات اللي احنا بنقولها على طول. الله الله. أما من الناحية الفنية فهي وصلة سماع، هي وصلة من مختلف الفنون الإنشادية للسماع، فكان الهدف منها، وده يمكن كان تقريبا الوازع الأول لينا في اختيار الاسم، هو حتى نحن نكون بنحمل رسالة ثقافية فنية لا تعتمد على هوية معينة، مع حفظ الهوية التراثية المصرية كمرجع أول وأساسي. ده كان الأساس عندكم؟ ده كان الأساس. تمام. طب أنتوا بتختاروا المنشدين على أساس إيه بقى في الفرقة؟ والله خلينا، وهل في لجنه عندكم ولا انت اللي بتختار، ولا يعني قول لي يعني ايه قواعد دخول للمنشدين عندكم في الفرقه؟ خلينا اقوله ده اعتقادي، يمكن ما بزايدش فيه، لكن انا اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار وصله سماع الافراد، لان كل واحد فيهم دخل في مرحله معينه كان الفريق في اشد احتياج ليه فيها ولم يزكى فيها ومحدش اختاره، ولكن كانت الاقدار بتجمعنا ببعض عن طريق القدر والصدفه المحضه يعني. فكل واحد كان جاي هو لبنة أساسية في بناء الفريق ده، وكمل مرحلة معينة وعملنا بيه أبجريد للمستوى الفني والمستوى المعنوي، وكلهم هنا شبه بعض. بس أكيد يعني أنتوا يعني أنتوا اتكونتوا في 2014، أكيد الفرقة اتغيرت من كتير. 2014 يعني كتير قوي. لكن إيه التغيير اللي حصل فيها؟ اللي حصل في الفرقة إن في منشدين كانوا موجودين وربنا سبحانه وتعالى من عليهم، وناس كتير أخذوا منشدين الشارقة، وناس تانية سافروا بره، وفي ناس تانية فتحت لنفسها مجالات مختلفة في برضو نفس المجال. لكن المجموعة اللي معايا دلوقتي هي مجموعة تقريبا أقل عمر لأي حد فيهم دلوقتي، موجود قرابة 3 أو 4 سنين،
وفي منهم ناس من ساعة ما تأسس الفريق إلى الآن ومش عدد قليل، يمكن 4 أو 5 أفراد موجودين، ده العام العاشر على التوالي للوصلة. أنتوا كم عدد أعضاء الفرقة؟ دلوقتي 7. 7. طيب ولما بدأتوا كان عددكم كان قد إيه؟ كنا 5. يعني أنتوا زدتوا. احنا في زيادة مستمرة. احنا بنستقطب أي حد عنده الموهبة ومحب، ده دايما ليه مكان معانا. ده أكيد طبعا. طيب هنسمع يعني معاكم أول أنشودة النهاردة، نسمع إيه؟ من الحاجات المحببة إرحاب النبي؟ هي محببة جدا لجمهور الوصلة، ويمكن أكتر حاجة الناس بتحبها. تطلب منكم كتير؟ على طول، ده مفيش حفلة ما ينفعش تقلل فيها إلا إرحاب النبي. طب اتفضل. يلا بينا. اتفضل.
الله الله عليك والله عليك احسنت. اتفضل يا نور اتفضل. قولي بقى نور، يعني انتوا كفرقه بتميلوا ايه نوع من انواع الانشاد؟ هل انتوا بتميلوا مثلا للاغنيه الدينيه الشعبيه؟ هل انتوا بتميلوا للاتلات او للاناشيد او الموشحات او للاناشيد الصوفيه؟ بتميلوا لايه الاكتر؟ خلينا نقول احنا قلنا ان احنا وصلت سماع هي تجمع كل فنون الانشاد الديني مع حفظ الهويه التراثيه المصريه كمرجع اول واساسي لوصلة سماع. اكيد، ما هو اصل الابتهال المصري. بالظبط. اكيد. فاحنا ما بنتقولبش في قالب معين، ولكن بنأدي كل القوالب. يعني بنقول مغربي، بنقول سوداني، بنقول جنوبي. مغربي؟ بنقول طبعا. ده احنا لسه عاملين كوبا مغربي بقى. طبعا لازم. بنقول جنوبي. يعني بتقولوا كل الالوان والانواع. باللكنات. باللكنات كمان. باللكنات وكمان بالهويه الموسيقيه بتاعتها. طب الانشاد الصوفي يعني معروف اللي هو صعب، بس انتم متميزين فيه، ايه السبب تميزكم فيه؟ محبه. احنا بنحب طبعا كل الفنون الانشاديه، بس زي ما قلنا ان الهويه المصريه التراثيه هي مرجع اول واساسي. ايوه. ونص او تقريبا تلتين الهويه دي هي هويه صوفيه، فاحنا دايما بنندرج فيها ودايما بنحبها وبنأديها بشكل متميز. طب ليه شكل الانشاد الديني بيختلف برضو في كل طريقه صوفيه؟ زي ما خلينا نقول برضو ان الهويات في او المرجعيات الموسيقيه المختلفه، الفنون الانشاديه مختلفه، فبالتالي الايديولوجيات مختلفه او التوجهات مختلفه. زي ما بنقول مديح الصعيد غير مديح الوادي غير مديح المنتصف غير القاهره. بس هو القاهره ما فيش مديح، هو المديح بيبقى صعيد وبيبقى يعني وبيبقى بيختلف عن الوجه البحري. خلينا نقول القاهره تقريبا هي مرجع كبير قوي الشيخ احمد الكحلاوي. اكيد طبعا. تلتين التراث بتاع الانشاد الديني من الشيخ احمد الكحلاوي قاهري. قاهري. بالظبط. احنا نسمع منكم حاجه كمان برضه. لازم. الكحلاوي لازم. طب احنا لو حبينا نسمع الاول مغربي ولا الكحلاوي؟ زي ما تحب. نسمع مغربي. طيب ماشي يلا. جديد ده. يلا. يعني جديد لما يكون فرقه مصريه بتقدم كحلاوي، يعني بتقدم اللون المغربي، الانشاد المغربي. ما هنجرب بقى ونشوف. طب اتفضل. اللهم صل على
فربي على كل شيء قدير. مني وش عليا وانا عبد مملوك، والاشياء مقضية ما في التحقيق شكوك. ربي نظر فيا وانا نظري متروك، بالارحم والاحشام في الواقع. ماذا في علم الله الخيرة في الواقع؟ تدبيرك ما يسواش من تدبيرك، دعني صاف الله وأنا في أرض الله، والخلق عيال الله وأنا من خلق الله، والأرزاق على الله نأكل من رزق الله، والأرزاق على الله نأكل من رزق الله، ما نتحير من آش ونصيبي الحقني. أفضل الصلاة والسلام. يعني أنا شايف بصراحة يعني إنشاد جميل. تو يعني وصلتوا إزاي لموضوع المغرب ده بقى؟ لأنه مش منتشر جدا في مصر موضوع الأناشيد المغربية. يعني الواحد مثلا لما بيسمع مثلا أناشيد من سوريا أو من الشام يعني قريبة شوية، لكن المغرب عشان بعيدة شوية، فأنتوا إزاي أتقنتوها وحفظتوها؟ السوري الناس بتحبه لانه قريب جدا من المصري، وكمان سوريا واخده جزء كبير قوي او يمكن المرجع بتاعها مصري، الاثنين متقاربين جدا، فسهل نسمعه وسهل نقوله. لكن في المغرب او في الجزائر او في تونس اللكنات صعبه جدا، لكن الهويه الموسيقيه بتاعتهم شدتنا قوي، وبالتالي احنا لما سمعناهم حبيناهم. طب ده بيتطلب منكم في الحفلات اللي هو الانشاد المغربي؟ خلينا نقول ان هو تقريبا يعني احنا يمكن اخر حفلتين مطلعين تراكات جديده برضو على انماط مختلفه من الانشاد الديني، وتقريبا كان ليها الاولويه في الحفلات الاخيره. يعني لما قلناها اول حفله اخر حفله كانت بتطلب اول تراك تقريبا. ده حقيقة، ده لانه مش مألوف او مش دارج على مسامع الناس، فلما احنا اديناه فضل الله ووفقنا فيه بشكل كويس كان بالنسبه للناس مطلوب جدا. طب الانشاد الصوفي اللي انتوا بتقولوه، هل جمهوره برضو من الصوفيين ولا جمهور عاديين؟ جمهور الانشاد كله بقى الناس كلها. الناس كلها، الناس كلها، شباب، اطفال، شيوخ، نساء، كل الناس بتسمع انشاد ديني. طب انتوا يعني قبل الحفلات مثلا انتوا
لما بتيجي تطلعوا أنشودة جديدة هل بيتطلب ليها بروفات كتيرة وعمل ليها كتير، ولا بتختاروا الأنشودة على أساس إيه؟ بنختار الأنشودة على حسب المرحلة دي أول شيء، يعني مثلا إذا كانت موسمية أو مش موسمية. يعني في ليالي الإسراء والمعراج دايما بنركز ان احنا نقول كل الحاجات اللي بتخص ليلة الإسراء والمعراج، كذلك المولد النبوي الشريف. فإن صادف ان في حاجة مغربية حلوة او حاجة مثلا بأي نمط من الإنشاد الديني متوافقة مع الذكرى او المناسبة احنا بنعمل كده. في العادي بنقول كل حاجة. طب انتوا بتشوفوا ازاي برضو تفاعل الناس معاكم ازاي، حتى كمان في ساقية الصاوي كمان في حفلاتكم؟ انا عارف ان اكتر حفلاتكم دايما بتبقى في ساقية الصاوي، وشوفوا ازاي بقى تفاعل الناس معاكم. ساقية الصاوي بيتنا، والجمهور بتاع ساقية الصاوي هم اخواتنا وابهاتنا وامهاتنا. انتوا طلعتوا اساسا من ساقية الصاوي كده، اول حفله ليكم يعني. اول حفله في 2014 لحد احنا برضو بنبقى دايما عندنا حرص ان اعياد ميلاد الوصله ما بتتعملش غير في ساقية الصاوي، لانها كانت المنشا والدعم الاول والرئيسي لوصلة السماع. فاحنا ليها مكانه كبيره عندنا جدا، وكمان جمهور الوصله. طب ولما بيجي لكم طيب جمهور مثلا بيسمعوا للفرقه وكده، بيبقى كلهم مصريين ولا في من دول عربيه مختلفه؟ في دايما في عيد ميلاد وصله سماع في ناس بتيجي، يعني عيد ميلاد اللي فات عندنا كان في ضيوف من امريكا ما شاء وكان الله. عندنا برضو ضيوف من الدول المشرق العربي زي ما بيقولوا ما شاء الله. بس دايما بيجمعوا كده احداث السنه كلها ويقول لنا في حفله عيد الميلاد. ما شاء الله. ام النبي عناي. حاضر. عليه الصلاة والسلام. عايزين نسبح عناي. تفضل. طهرة منك يا طهرة، حتى في ميلاده كان اسمها طهرة، والفرحة زهرة منك يا طهرة، حتى في ميلاده كان اسمها طهرة. نور بدا منك ولم تتألمي أو تتعبي، قمر وجه المهدي
القمر وفي المهدي ابتسم نوره بدا منك ولم تتألمي أو تتعبي قمر وفي المهدي ابتسم قمر وفي المهدي ابتسم. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنورني فرقه وصل السماع لمؤسسها نور السيد اللي منورنا ومستمتعين كمان باغانيهم الجميله. يعني قول لي بقى نور، احنا لو رجعنا تاني واتكلمنا، يعني شيخ طبار، الشيخ النقشبندي، شيخ عمران بيمثلوكوا ايه بقى؟ احنا قلنا المرجع الاساسي والهويه بتاعتنا اصلا في المشايخ دول او الرعيل الاول بشكل عام، هو تقريبا اللي اضفى او اضاف او اسس لون الانشاد الديني بدايه من الشيخ علي محمود رحمه الله عليه، نهايه بمشايخ كتير قوي كانوا في الرعيل الاول. ما نقدرش نقول في مين فيهم افضل من مين ومين المرجعيه عن التاني، كلهم كانوا مدارس مختلفه استقطب وخد منها العالم العربي والاسلامي كله. دي حقيقه. طب انت شايف ان ايه رايك طب في الفرق الانشاديه السوريه الحاليه الموجوده في مصر، وهل في تنافس بينها وبين الفرق المصريه؟ والله السوريين اصلا كلهم على راسنا. طبعا اخواتنا وحبايبنا، منشدين ويعني اجلاء مشايخ وما شاء الله عليهم مربين ومنشدين كبار قوي يتعرف على مستوى العالم العربي والاسلامي. في فرق مصريه اشرقبت من الفرق السوريه
احياء الموضوع ده بشكل تاني بشكل كبير. فرقه مصريه ابت يعني اشرا ابت يعني يعني شربوا من المدرسه السوريه من الناحيه وقالوها باللهجه المصريه من الناحيه كمان التنظيميه يعني خلينا نقول برضو ان تاسيس الفرق ما كانش موجود في مصر بشكل كامل او بشكل عام بس ابتدى ينتشر من 2011 2012 بالظبط كده ما ده كان مع قدوم الاخوه الاجلاء السوريين واضفوا لينا واضفنا ليهم اكيد فالموضوع كله حلو قوي. طب ازاي احنا نقدر نحافظ بقى على انشادنا مصر وابتهالاتنا المصرية؟ هقول فيها عنصرين. أول حاجة حفظ الهوية بتاعتك بما يناسبها من وقتها وبما يناسبك من وقتك. يعني لازم في أبديت كل شوية. لازم في تطوير طبعا. المشايخ دول في وقتهم هم كانوا عاملين أبديت للإنشاد الديني. ده حقيقة. كل واحد فيهم مدرسة مختلفة وكل واحد فيهم أضاف لون ونوع جديد. إحنا كذلك الأمر لازم نتبع ده. نحفظ الهوية. نذكر بمشايخنا. نقول إن هم المرجعية الأولى والأساسية. وفي نفس الوقت لازم يكون لك بصمة وهوية. تمام. من كاس الحب ماشي يلا بينا.
على المحب عطور. أسعد في ده سماع لأزور، نسم على المحب عطور. أسعد إذا سمح لأزور، نسم على المحب عطور. أسعد إذا من طالعة نور يا عين طالعة دلال الإسلام. من كاس الحب اشرب واسقيني، يا ساقي القوم خذ واعطيني. حسن المحبوب تجلى يا حسن المحبوب تجلى لعيني عين. أسقى صلاتي عليه وسلام. عليه الصلاة والسلام. أحسنتم أحسنتم. تفضل يا نور. قول يا نور بقى، أنتوا يعني بتستقبلوا إزاي بقى السوشيال ميديا والتعليقات سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب؟ الجمهور هو تقريبا الركن الأول والدعم الأول والأخير، وهو محط الاذواق. يعني هو احنا اللي بنعرض عليه الحاجه وهو اللي بيقول لنا رايه اذا كانت هي تلائمه. لكن بتتقبله يعني سواء كان التعليق ايجاب او سلبي؟ لازم ايجابي هنطور، سلبي هنصلح. طب ايه المواقف اللي عمركم ما تنسوها في موضوع السوشيال ميديا ده؟ السوشيال ميديا احنا كنا في حفله عملناها وكان وفقنا فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كانت قويه جدا جدا. وكنا قلنا في السوشيال ميديا يا شباب احنا للجمهور، احنا الحفله اللي جايه هننشد القصائد الفلانيه. وبالتالي الجمهور ما كناش متوقعين ده ابدا. وصلنا للحفله وكان تقريبا الساعتين بتوع الحفله خلصوا وما انشدناش القصائد اللي احنا قلنا للجمهور عليها لضيق الوقت. فالجمهور صمم ولازم الحاجات دي تتقال، واحنا كان لازم نسلم المسرح. فالجمهور قال ان احنا ننزل نشدها معاهم تحت. والله ده وده حصل موجود. وانشدتوا معاهم تحت يعني؟ انشدنا معاهم تحت ساعه تقريبا. توفيق دايما. طب عايزين نسمع بقى الغزاله. حاضر. طب اتفضل. يحكى أن وغزالة بيطير في وسط الجبال، رآها اليهود يصطحها في محال. غزالة بيطير في وسط الجبال، رآها اليهود يصطحها في محال. قوى مسلمة للقدر وللمال، رآها اليهود صبحت من إيديه. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدوم.
بس خدينا يما لخير الانام سيدنا محمد هنسلم عليه شربوا منك ارجعي ارجعي للي ضمنك وخدينا معك نسلم عليك أحسنتم أحسنتم أحسنتم. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع فرقة وسط سماع ومؤسسة نور السيد. عايز أخد برضو رأيك برضو أعرف رأيك إيه رأيك بقى في مسابقات الإنشاد الدولية وهل أنتوا هتشاركوا فيها قريبا مثلا ولا حاجة؟ كلمني عن المسابقات دي. أما من حيث رأيي فهي حلوة جدا لأنها بتعمل نوع من الانتشار للفن ده على مستوى الفنون الأخرى بشكل مش موسمي، شكل موجود بشكل عام على مستوى الأشهر أو الوقت اللي موجود على مدار السنة. احنا هنشترك فيها ولا لا؟ هي إلى الآن ما كانش فيه مسابقة حقيقية يشترك فيها الأفراد يشترك فيها الفرق بشكل لكن في مهرجانات. هي احنا رشحنا قبل كده كان لمهرجان في المغرب وكان للاسف ظروف كورونا وكمان انتوا غنيتوا مغربي كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يكون في سفر ان شاء الله. طيب كلمني بقى عن الدويتو اللي انتوا عملتوه اللي هو المصري الماليزي وحقق مشاهدات كبيره جدا وجت فكرته ازاي؟ كان اصدقائنا من في جامعه الازهر الشريف فرقه ايدنتيتي. الفرقه دي احنا كنا نعرفهم بشكل شخصي فانشدنا مع بعض في مره، كان هم حضروا لنا حفله وبعد ما حضروا الحفله انشدوا فاحنا انشدنا معاهم وقررنا ان احنا نعمل حفله سوا. بدانا بفيديو كده لطيف وقلنا نشوف اراء الناس على السوشيال ميديا وكان ترافيك عليه عالي جدا ومن هنا قررنا ان احنا نعمل حفله سوا. يعني وعملتوا الحفله مع بعض؟ عملنا الحفله كانت قويه جدا يعني من الحاجات العلامات الفارقه في تاريخ الوسط. طب هي ليه فرقه وسط سماع بتتميز ليه بتقدم اكتر من لون في فن الانشاد؟ ده كان الوازع الاول لينا بحيث ان انا مصري دلوقتي انا ما اعرفش حاجه غير الهويه التراثيه المصريه كمستمع. نعم. فانا لا لازم اعرف واطلع على الثقافات الاخرى يكون الموضوع ليا محبب بحيث ان انا لما استقطب مهرجانات دوليه يكون مقرها في مصر انا عارف مين الفرقه دي وايه اللون ده فانا بشكل عام يكون عندي الاقبال وعندي الوازع ان انا اسمع واحضر. ده حقيقي. فده كان الوازع الاول لينا ان احنا لا هنسمع الناس كلها المدايح بكل لغات العالم. طموحاتكم ايه بقى في الفتره الجايه او طموحاتك ايه لفرقه وسط سماع؟ والله ان شاء الله باذن الله وده نلقاه على خير باذن الله ان احنا ان شاء الله نلف العالم كله نمدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو في احلى من كده؟ بس يعني ده طموحنا وده لما نعمله هنقول ان احنا خلاص حققنا رساله باذن الله. ما حققناش انجاز دي رساله فلازم ربنا ان شاء الله هيحققها. اللهم امين باذن الله. اللهم امين. طب عايزين نختم بقى الحلقه النهارده نختمها بصلاه الفتح. حاضر يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد أحمد حامد محمود أحيي
وحيد وحيد ماح حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر بالغ مبلغ واصل موصل سيد هاد رسول دليل الخيرات سيد المرسلين إمام المتقين ذو قوة ذو حرمة بر عين النعيم عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله ذكر الله سعف الله سعد الله عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله ذكر الله سيف الله سعد الله علم اليقين طيف منير حق أمين رؤوف رحيم علم الإيمان صاحب البيان إكليل داهن فصيح اللسان علم اليقين طيف منير حق أمين رؤوف رحيم علم الإيمان صاحب البيان إكليل داهن فصيح اللسان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس بعدد ما وسعه أحسنتم ونورتونا في مدد نورتونا يا مدد نورتنا يا نور أنت وباقي الفرقة كلها أكرمكم الله, الله شكرا لكم وشكرا لشركة المتحدة قناة الحياة وبرنامج مدد حاجة بسيطة جدا هقولها ده أول برنامج يكون في مصر يقدم الإنشاد بشكل مش موسمي يقدم الإنشاد بشكل مختلف وعلى كل الفترات وكل الأوقات والأزمنة تسلم تسلم نور مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم مدد حياتي ليكم وأشوف دايما حضراتكم على ألف خير